وصراحه داكشي اللي شفنا البارح في لا فيديو ديال الناس اللي كانوا في موروكو مول، اولا داك كم هائل ديال المغاربه، وتنتسائل مع راسي واش هذوك الناس عندهم وعي بخطوره هذاك الامر اولا لا. على ما اظن كانت شي محل تجاري افتتح مؤخرا، وكانوا دايرين اون بروموسيون ابارامون شي 500 درهم شي 500 درهم، 500 درهم بروموسيون. وكاين في هذوك العيالات اللي خلات ولادها بلا فطور بلا ماكله، كاين الرجاله اللي خلاو عيالاتهم في الدار، وهذا الشيء بصراحه تيبين هو غير مفاجئ، هو امر ماشي مفاجئ، لانه تيبين لك العقليه ديال المواطن المغربي تقدر تتحكم فيه بسهوله. 500 درهم بالنسبه لي هو شي حاجه محفزه، وتا لورغانيزاسيون، انا ما غاديش نلوم تا غير المواطن، غير نلوم لورغانيزاسيون، لان الناس ديال موروكو مول، الناس ديال موروكو مول ملي شافوا هذاك الاحشاد ديال الناس مع الساعه 7 صباحا، كان على الاقل يديروا لهم، فهمتي، كاينين لي زاجون دو سيكوريتي، كاينين لي ريسبونسابل، يديروا لهم لورغانيزاسيون ان باغ ان، لان كاينين ناس ضعاف يقدروا يموتوا، كاينين دي فام، كاينين رجاله كبار، كانوا دراري صغار، الامباكت ديال هذاك الشيء كان غادي يكون كبير. ولكن كنظن ان المسؤولين كيعجبهم هذيك المساله تعجبهم، وسورتو غادي ندوي على الانتخابات التشريعيه اللي هي قريبه. الناس ديال الانتخابات غادي يكونوا فرحانين، لانه ب 500 درهم شاف شحال ديال البشر يقدر يشري، يعني مرشح واحد يقدر ينجح ب 500 درهم، تقدر تنجحوا على صعيد مثلا نقولوا البرنوصي او برنوصي سيدي مومن، ب 500 درهم غادي تشري لك عشرات الالاف ديال المواطنين، وانت فزتي بالحمله الانتخابيه، ومبروك مسبقا. شكرا جزيلا لفبراير، شكرا جزيلا.